اليوم كما لاحظتوا يعني نعيش لحظة تاريخية وهي ديال الاحتفال بمناسبة افتتاحنا المركب الثقافي للحي الحسني اللي يعتبر كما كيسميوه المجموعة ديال الرؤساء وديال الإخوان بأنه تحفة جوهرة معلمة ثقافية بمنطقة الحي الحسني بالمقارنة مع مجموعة ديال باقي المنشآت الثقافية، يمكن نقول نصنفوه بأنه الثاني بعد المسرح الكبير ديال محمد الخامس. وبالتالي كنهني أنفسنا ونهني جميع يعني الرؤساء السابقين في حقيقة اللي كانوا أصحاب الفكرة، منهم السي كم رحمه الله بهذه المناسبة، والرؤساء اللي داولوا على المجالس المنتخبة لا مقاطعة ديال الحي الحسني ولا مجلس مدينة الدار البيضاء، واللي عملوا جاهدين باش يحلوا هذه الإشكالية اللي كانت مطروحة وهي ديال التعطر ديال هذا المشروع هذا اللي دام أكثر من 23 سنة. مع مجيء السيدة الرئيسة نبيلة الرميلي، الحمد لله منذ مجيئها وطأتها الأولى في منطقة الحي الحسني قامت بالزيارة لهذا المركب الثقافي، وقررت بأنه خصو يتحل ويتفتح في وجه العموم ووجه المستفيدين منه ثقافيين وفكريين وأدبيين وفنيين في خلال السنة ديال 22، وفعلا الوعد كانت عند الموعد. فعلا اليوم سكنة الحي الحسني هي اليوم مسرورة بهذا الصرح الثقافي، لان كما قلت تحتفل بهذا العرس الثقافي يعني فضاء، لانه غادي يكون هو غادي يعطي واحد الفرصه للطاقات الشابه المواهب الشابه الفنيه ثقافيين وفكريين باش تبدع وباش تكون خلاقه على المستوى الفكري والادبي والمسرحي. وبالتالي هذا مكسب لنا ولجميع يعني ساكنه الحي الحسني، وهذا انجاز للجميع. هذا إنجاز العلمي اللي سبقونا، كاين اللي توفى منهم، كاين اللي باقي على قيد الحياة، أنا نعتبره إنجاز للجميع. إحنا جينا طبيعة في هذه الولاية وحاولنا نقفوا يعني بشكل جدي، ونحاولنا مع السيدة العمدة مشكورة، لأن الإشكالية كانت مطروحة على مستوى كيفية التدبير المالي، وخاصة إشكالية كانت ديال التقادم من ناحية ديال الاستخلاص ديال هذا المشروع هذا، وكذلك ضافت واحد مجموعة ديال إضافات على مستوى الإنجاز. وبالتالي يعتبر يعني إنجاز للجميع، لا السابقين ولا حاليا ولا للناس اللي غيستفدوا منه، فهنيئا لنا جميعا بهذا الصرح الثقافي. هل يمكن أن نعتبر الفاعل السياسي شريكا في الإنتاج الأدبي في صناعة المعرفة؟ أنا أقول لك بأنه الفاعل السياسي اللي عنده مشروع سياسي بصفة عامة لازم يكون عنده مشروع ثقافي. أدود بأنه إذا كان الكتاب مضمون الكتاب هو من صنع السياسي، فإن الغلاف يكون من صنع المثقف والفنان والمسرحي، لأن السياسة بدون ثقافة لا تساوي شيئا. أظن بأن أي سياسي لازم يكون عنده له حمولة فكرية ومرجعية ثقافية حقيقية من أجل تربية وتأطير مشروعه. ينصير المسرح كيتوفر على واحد 517 مقعد، وزائد المسرح المعهد الموسيقي اللي تقريبا جميع الآلات الموسيقية، ومعنا واحد الجمعية هي غادي دير أكاديمية ديال الطرب الأندلسي غادي يدرس هنا إن شاء الله. كاين المسرح كاين عندنا فنون تشكيلية هي دخلناها، هذا الشيء اللي كاين. حنا ديجا كان عندنا المعهد، كان عندنا معهد وكان عندنا مسرح، دابا غادي تحولوا من ذاك المقر لهذا المقر. ما عندنا تبارك الله تلاميذ وعندنا أساتذة